أعتقد السيد السوداني حقيقة بين حدي السيف، وأعتقد موقفه محرج للغاية فيما يريد وفيما لا يستطيع الإعلان عنه. هو يريد الهدوء، يريد الاستقرار، يريد عملية البناء مستمرة، ويريد تقديم العون والخدمات للشارع العراقي الذي عانى الأمرين منذ 2003 وإلى يومنا هذا. لكنه لا يريد الإعلان عن رغبته الحقيقية في أنه العراق إذا ما خرج الأمريكان سيصبح ساحة للتدخل الدولي بالكامل والإقليمي وأيضا المحلي. فبالتالي الأجواء التي يريدها السيد السوداني بعد الخروج أو بعد خروج الأمريكان لا بد أن تكون حقيقة متناسقة ومنسجمة مع تطلعات حكومة الإطار الذي ترغب في استقلالية القرار السياسي وأيضا تقديم الخدمات. وهذا وعد منهم أو عهد من حكومة الإطار عندما شكلت بأنها ستكون حكومة خدمات وليس حكومة عدم استقرار ومعارك طاحنة داخلية. أنا باعتقادي أنه إذا فرغت الساحة تماما للقرار السياسي الذي هو منتهك من 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 أجواء إقليمية خارجية، سيصبح السيطرة على الأمن المحلي صعب جدا، والقرار السياسي قد يتشظى إلى جهات متعددة وقد يؤدي إلى انقسام العراق وتقسيمه إلى أقاليم، كما هو حقيقة مضمر في أفكار كثير من السياسيين الذين يتحينون الفرص لإعلان هذه الرغبة. أنا من وجهة نظري أنه لابد من الجهد الدبلوماسي، ولابد من التفاوض، ولابد من فهم الوقائع اللي موجودة على الأرض العراقية ومنطقة الشرق الأوسط في أنها أصبحت تقاسم نفوذ سياسي ليس فقط لأمريكا وإنما لروسيا والصين وإيران وتركيا، وهكذا أمريكا أيضا تريد أن تجد نفسها مساحة بهذا الاتجاه.